السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواني، عاملين ايه، اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. هنوريكم النهاردة خطوة كده جديدة في طبعات اللي هي فيها انك تطبع مباشرة مع الموبايل او تطبع من خلال الواي فاي. يعني اهم حاجة الطابعة يكون فيها خاصية الواي فاي، زي مثلا التي اس 3140 او اي طابعة في جي سيريز اللي هي من خلال الموبايل دايركت او من خلال الراوتر الواي فاي. ايه الخطوة دي؟ الخطوة دي انك تقدر تصور من عن بعد. يعني مثلا تحط الورقة بتاعتك هنا كده مثلا وتقعد في حتة بعيدة، مثلا تروح في اي حتة بعيدة، مش بعيد عن البيت، لا يعني ولكن في كرسي بعيد بتعمل شغل تاني، وحاطط الورقه ديت وعاود تصور منها كذا نسخه، تصور منها كذا نسخه، مش تطبع. انا باكد على الكلمه تاني، تصور منها كذا نسخه. كل ده من خلال الموبايل السمارت فون او الايفون بتاعك او الاندرويد. كل ده عن طريق ابلكيشن كانون برنت انك جيت انتي سيلفي. لازم الطبعه تكون متوفره فيها الطباعة من على الموبايل من خلال الراوتر الواي فاي او من خلال الموبايل دايركت، ما ينفعش من خلال اللي هو وصلة الاوتو جي. تمام، اول حاجة هنشغل الطباعة ويلا بينا نستعمل الفيديو. اهو دلوقتي احنا شغلنا الطباعة، يلا بينا نذهب لاعدادات ان نشبكها من عن طريق الموبايل دايركت. نروح هنا، طبعا زي ما احنا عارفين هنقف هنا نضغط على كلمة دايركتلي ضغطة واحدة اهيت، هنلاقي هنا تبويجة كده بتقلب الصورة دلوقتي حالا لحد ما الكلمة دي تثبت الدوران ده والعلامة تظهر. ظهرت عندك اهو، هنتبع الخطوة التالية، بس الأول دي تثبت على رقم واحد أو على رقم ستة، ومتشغلش بالك باللمبتين دول، لمبتين أحمر، تقلق لو اللمبة التانية دي ولعت. ودي احنا بننتظر إن علامة اللودينج تقف تثبت. كل ده بتجهز زي ما انت شايف. اهم حاجه تجهز بردك الخطوه بتاعت انك تنزل كانون برنت انكجت اند سيلفي من خلال الاب ستور او بلاي ستور، وتجهز معانا للخطوه التاليه. الخطوه التاليه هندخل الباسورد اللي هو بخلف الطابعه، اللي هو عباره عن سيريال نمبر الجهاز او رقم تسلسل الجهاز، بيبقى على الكرتونه او على او من يعني من خلف الطابعه. يلا بينا نروح له. زي ما انتم شايفين اهو سيريال نمبر، بعد كده كي ال سي في، ده حروف كابيتال مش سمول، وبعد كده خمس ارقام بعديها. تعال نشوف الخطوه اللي بعديها هنعملها ازاي مع بعض، يلا بينا. زي ما انتم شايفين كده روحنا الجهاز بتاع الاندرويد بتاعنا، التليفون بتاعنا، الموبايل او الجوال، وبعد ما سطبنا البرنامج اوقات نختار البرنامج كانون برنت انكجت اند سيلفي، هيفتح عادي جدا زي ما انتم شايفين. هنضغط على الضغطه تحت اللي هي اسمها اللي هي مكتوبه عشان طابعه كانت قديمه شويه فهنجددها، الخطوه ديت مكتوبه تحت جي 30 10 سيريز. نضغط على ضغطه واحده. قبل كل دوت لسه اقول لكم حاجه مهمه، هنفتح عادي جدا الواي فاي بتاعنا اهوت الواي فاي عشان نختار الشبكه بتاعتنا عشان تطبع من خلال الموبايل دايركت. ما هو مش هينفع نعرف الطابعه ومش نعرف اي حاجه، هتلاقيها اختيار زي ما شايفين ان انا ضغط عليه دوت اهو اللي ضغط عليه بالبني دوت مكتوب اخر حاجه تي اس 3100. ضغطه واحده زي ما انتم شايفين اهوت هيقول لك دلوقتي احنا عايزين انا فورجيت عشان كنت عملتها قبل كده. نضغط ضغطه واحده زي ما انتم شايفين اهوت هيقول لك انا عايز الباسورد. الباسورد ده اللي هو شفناه اللي هو السيريال نمبر اللي بخلف الطابعه اللي هو اول اربع حروف كابيتال وبعد كده ارقام. يلا بينا نحطه مع بعض زي ما انتم شايفين اهوت كي ال سي في بعد كده 4 5 4 30 ونعمل كونكت. مع العلم ان الرقم النمبر ده بيختلف من كل جهاز لجهاز مش كل واحد. دلوقتي قال لك كونكتد نو انترنت، اكيد مش هيبقى نو انترنت عشان هو مش جهاز راوتر ولا جهاز فيه انك تقرا واي فاي، هو جهاز بس هترسل له بيانات وتستقبل. ايه بقى الخطوه اللي عايز نعملوها؟ لسه مستخدمه من شويه.
وهنضغط على كلمة جي 30 10 تحت خالص ديت ضغطة واحدة وننتظر الى انه يحمل التوابع بتاعتنا عشان نعمل لها اعداد الاعداد بتاعتها. شايفين كده ان الطابعة لسه بتتحمل قربت تخلص خلاص اهي. هنضغط على اول حاجة اللي هي جنب الجي 30 10 كده في حاجة اسمها ايديد اند سويتش نضغط عليها ضغطة واحدة ديت وبعد كده ننزل اخر اختيار اسمها ريجستري برينتر ان اف اف ان اف سي اخر اختيار تحت خالص. دلوقتي هتدور على الطابعة اللي عندك موجودة. اهم حاجة راجع ان الطابعة متوصلة بال الطابعة بتاعتنا ولا عشان ما تروحش للراوتر وتلاقي دي اتعودت معاك اهو. لقيت الطابعة بتاعتك اسمها تي اس 3100 بالاي بي بتاعها عادي جدا. اضغط عليها ضغطة واحدة ونستنى لحد ما تتعرف على الطابعة من خلال الموبايل اهو كده اتعرفت وتقول لك ان هو نجحت تقدر تطبع من عليه. ايه بقى الخطوة الجديدة اللي احنا عايزين نقولها لكم؟ انك انت تقدر تطبع تصور قصدي من خلال الموبايل تصوير ان انت تحط الورقه وتبعد وتسجل مثلا خمس صور واللي انت عايزه. في كلمه اسمها كوبي تحت يعني عندك على شمالك تحت سكان وبعد كده بعديها كلمه كوبي. تضغط على ضغطه واحده تمام عندك على اليمين ده تصوير ملون ولا على الشمال تصوير اسود. انا دلوقتي هتجه الى تليفون تاني صور بكاميرا تانيه عشان تشوفوا الخطوه بتاعتكم صحيحه بالظبط. يلا بينا. زي ما انتم شايفين اهوت هنستخدم البرنامج. دخلنا على الكوبي في عندك بلاك وعندك زي ما انت شايف كده اسود. عايزين نصور ايه؟ عايزين نصور اسود فهنضغط على علامه البلاك اهوت وبعد كده هنشوف الطبعه هنا. هنلاقي الطبعه اول ما تعمل تمويجه اللي هي دوران كده اهي كده اخدت اوردر. لو هنبص هنا هتسحب الورقه عادي جدا زي ما انت شايف وهتطلعها اهوت. كل ده من غير ما نستخدم اي حاجه من الطبعه. زي ما شايفين نستنى لحد ما دي تخلص. ونعمل اوكي خلاص. نحب نجربوها تاني مفيش مشكله. نرجع خطوه لورا وهتلاقي كلمه كوبي اللي تحت ديت. كلمه كوبي تضغط ضغطه واحده وتحط الورقه بتاعتك عادي جدا اهيت برضو نفس الورقه اهيت. نحطها ونقفله الطبعه ونحط الورقه اهيت زي ما انتم شايفين. ونيجي عند البرنامج اهوت زي ما انتم شايفين اهوت انا جوت. نضغط على بلاك كوبي تصوير باسود ونروح للطبعه هنلاقي هتاخد اوردر اللودنج. لودنج دي معناها ان هي اخدت اوردر حضرتك اهي من غير ما اضغط على اي زر في الطبعه. الكلام ده في الطابعات الانك جيت اللي هي فيها موبايل دايركت او فيها التعريف مع الواي فاي. كل ده من عن طريق موبايل دايركت زي ما انتم شايفين اهيت الطابعه صورت الصوره بتاعتها. اتمنى يكون الفيديو ده فاتكم بشيء واتمنى الموضوع يكون عجبكم. مستني اي استفسار ليكم بخصوص طابعات كانون ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.